طبعا في كل ومع المدرب مع مانويل جوزيه اكيد. بس هو كان عامل حاله وكلمه من الحياه الواحد خدها في يعني في في, في المجال دلوقتي التدريب يعني لما كان بتعمل كده كان يقول لك انا وش واحد وكان الواحد يقعد يستغرب لما يكلمني في الدين مثلا يقول لك هو انا ربنا خلاني بوش واحد مش بوشين فانا هعاملك بوش واحد عاملك بوشين ليه يعني وانا لو خايف منك فانا اقول لك ان انا خايف منك انا لو مش هلعبك فانا مش انا اللي في ايدي القرار يعني وانه يسيطر بصراحه على المجموعه دي يعني كل واحد بالنسبه له اسلام عنده مشكله ما هو لو لعب هيبقى كويس طب لو ما لعبش طب امتى مش هيلعب لما هتلعب بركات فانت تعرف تسيطر على المشكله دي ازاي تبدا تحل اول ما النتيجه تتظبط يبقى اسلام فين ينزل وهو بقى فنيا يقعد يشرحها لك طب هينزل بقى عشان ندافع فاسلام لعب يبقى خلاص مرتاح يبقى انت كده ما حصلش مشكله هتيجي تتكلم على اخطاء في المدافعين فانت هتتكلم مع عماد ومعاك وائل جمعه وشادي او احمد السيد وميسي فانت مستحيل هتسيب دول وهتتكلم معايا انا فكان بيتكلم مع مين مع اي حد في الثلاثه الاثنين اللي موجودين فعن اعرف ساعتها ان الكلام لمين ليك انت او متوجه ليا انا بس يعني هو الراجل يعني ايه يعني هيسيب معلش هيكلم فكان بيكلم ويا سلام بقى لما كان يعني واضح انه هيقلب على حد يا لهوي او حد هيقعد هو لازم حد بالثلاثه يقعد حد يقعد هي هتبان الاول فين في الكلام في الكلام وفي التمرين الصبح وبعدين في التمرين الصبح في لا في السلام بتاع الو الو تحس ان قفل خلاص أول يعني ما انت كده الو ويعمل الو كده تعرف ان هو طلع لي في مره خلاص تلاقي احمد السيد بيلف حوالين نفسه وشادي جاي ده اللي كان شادي ده شادي ده شادي ادى افيه كان لسه ربنا كان لسه ربنا كرمه بفارس بفارس قال لي شهرين كان شهرين بره ما بيلعبش شهرين بره مش عارف اجيب بامبرز لا لا كواليس والحياه ما بيننا وحب المجموعه دي لبعض وان احنا كنا بنحترم بعض جدا بالظبط وكنا بنخاف على بعض جدا برضه